ألف ألف مبروك. عسى الله عزيزة شرفتوني. ناس الليلة يا ياس والله يا اخي مرة. كيف اجواء الزواج؟ والله الافراح عندكم طلعت ترى مره حلوه وناسة. بس في شيء انتم مره تبداوا بدري وتخلصوا بدري. ها الزواج احنا العكس نبدا متاخر. لا في القصيم غير، يبدون بدري ويخلصون بدري. بس يا اخي السيوف فخر. ها فخر اي والله. بس انك طلعت بدري انت ما طولت. امي دقت علي امي يفقع والله. اسمع عبيد يا ولدي عبيد يا ولدي، في كلمة كررتها اندور اندور يعني ابعد عنها. ايوه قلت عليه ينفذ. ليش خايف مني؟ اقل صح روح فيها. وش يصير عاد بالقاعة؟ لا انفرض يا دبلش فيها الناس غلط يا اخي. كويس انك سمعت كلام امك يا ابن حان. من صغير ما انت صغير بس عادي لو سمعت كلام امك. الناس كلهم قاعدين يرقصوا انا برقص معاهم. ترقصوا خلاص. ابلشني ابلشني دق. تعال ابويا ايش اسوي؟ كنت ادق عليه اوعصي اوعصي اوعصي. ليه ابو يلا يا اخي انا قعدت لها العمر كله ترمتم حتى بكره عرست ما هي داخله معك. اطرخ من راس اما تجي صح ولا غلط. انت بيت حكاك يعني؟ ايه تصير محك حك. طب ليه ما قلت الكلام ده؟ كان رجعت رقصت. هو ايش قال لك؟ هو وش قال لي؟ عصيها بعدين قال لي تدري ما ادري عاد انت سوي اللي بيعجبك. يا زلمه اني قلت لك ما ضايق ام جاي قلت ما ادري. ترى عادي يا جماعه الخير، ترى يحبنا وحنا نحبه. شوفها شوفها اكبر دليل اني حضني. تعال حضني تعالي تعالي شوفها شوف. فات من عمري دخل ضمن ما فات، يالله عفو كل وهج بالتقادم. ضيقت دائرتي في بعض العلاقات وخفت علاقاتي في بعض الأوادم. رغم اختلاف المحتوى والطموحات فيما مضى والله ماني بنادم. نقطة تحولنا بتكوينة الذات، وتكوين ذاتك ينبني بالتصادم. دايم يكون اخفاقنا في البدايات ونقص الثقة باب للإبداع هادم. اخلق لنفسك من جهودك مساحات وتفائل بربك وقل الخير قادم. الرجل من يصنع